بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، مشاهدينا الكرام، متابعينا الكرام في ربوع عراقنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أرض الإباء، أرض الطفوف، أرض كربلاء المقدسة، وتحديدا من مدينة الإمام الحسين للزائرين، اليوم الجمعة 27/5، وأمامنا تقريبا شهر أو أكثر قليلا لبلوغ الأسئلة أو الامتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي بجميع فروعه، وثلة طيبة من مدرسي الرياضيات من محافظات كربلاء المقدسة وبابل وبغداد سنكون معكم اليوم، ومجموعة من النصائح التي تفيدكم قبل بلوغ الامتحان الوزاري إن شاء الله، وستكون معها استعراض لمجموعة من الأسئلة. كونوا معنا أعزائي. جليل الجباوي، مدرس رياضيات متقاعد. نصيحتي للطلبة عموم وخاصة طلبة السادس الإعدادي، شلون يقرون الرياضيات؟ الرياضيات هي فن. الرياضيات على الطالب الحقيقة من تقرأها مو هي نشيد. أولا من تقرأ الموضوع أو تقرأ السؤال أو تقرأ الجواب، مو تقرأ شفهي وتحيفه، من تقرأ وتفهمه لازم تكتبه، كتبه بورقة وقلم حتى يرسخ عندك. هاي وحدة. وحدة اللغة في مواضيع فيها رسوم مثل القطوع المخروطية، القطع الناقص من تحل السؤال، لازم ترسم، ترسم حتى تفتهم البؤرة شنو، الفوكس أو البؤرة، الرأس والرؤوس شنو. يعني تمن ترسم الرسم راح تفتهم أكثر كل شوية. ومن تخلص كل موضوع حاول أنه تحل فتشم سؤال عليه، وصير عندك يعني براكتس. أهم شيء بالرياضيات قلنا انه تكتب الاجوبه، ما تباوع هيك، تباوع يعني وتحفظ. هاي مو رياضيات، صارت عربي او صارت جغرافيا. فهاي نصيحتي لكم، وان شاء الله نتمنى لكم النجاح والموفقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكر استاذنا الفاضل الاستاذ جليل جباوي على نصائحها القيمة اللي قدمها لطلبتنا الأعزاء. أضيف على أستاذنا القدير نصيحة أخرى، أنه يجب أن قبل الامتحان يكون ناخذ قسط من الراحة والنوم والاستيقاظ مبكرا، ونكون هادئين ولا ما ناخذ يعني ما نرتبك عندما ندخل للامتحان. كذلك يكون أنه أقرأ الأسئلة بتمعن حتى أعرف السؤال وأبدأ بالسهل، وإذا سؤال مثلا ممكن أنه فاتتني الإجابة ممكن أستذكر بهدوء. وتقريبا هذه أهم النصائح اللي هي ممكن نقدمها لطلابنا. عندنا سؤال هو باستخدام نتيجة المبرهنة القيمة المتوسطة للقيم التقريبية. طبعا كل سؤال مثل ما درست يتكون أول مرة لازم تكون نكون دالة، مرات أما تعطى بالسؤال أو مثلا إحنا نكونها حسب السؤال. بعدين نشوف هنا القيمة المعطاة نقدر نرمز لها بي، والقيمة اللي نقربها أو الثابتة هي حسب النوع الدالة، جذور تربيعية نعرف منه قريب عليها، وجذور تكعبية أو أعداد عشرية. نعوض القيمة أي في الدالة ونطلع قيمتها. كذلك نشتق، والمفروض احنا نعرف انه قواعد المشتقه، ونعوض قيمه اي اللي فرضناها بالمشتقه. بعدين نطبق القانون، قانون التقريب اللي هو اف الاي زائد الاتش ويساوي تقريبا الداله زائد الاتش اللي هو البي ناقص الاي في المشتقه. طبعا هنا راح تكون القيمه التقريبيه هي حسب ما مذكور بالقانون. بسم الله الرحمن الرحيم. المشرف الاختصاصي في تربية بابل أحمد حسين المرعب. أحب أشكر بالدرجة الأساس صاحب الخطوة الأولى بالدعوة لهذا اللقاء،
اللي هو أخونا أستاذ قصي هاشم، وأشكر الأساتذة الأفاضل اللي حضروا بهذا اللقاء، وأكيد نعزز لقاءاتنا الأخوية وتبادل خبراتنا ونجاحات جميع مدرسينا من خلال اللقاءات اللي تتم بيناتنا. فشكرا جزيلا للأخوة الحاضرين، وشكرا جزيلا لجميع مدرسينا اللي أبدعوا بنهاية هذا العام الدراسي اللي كان تراكمات لعامين مضت، ولكن نقول بحكمة إلهية إن شاء الله عدت بتضافر جهود أخواننا المدرس. شكر خاص للأستاذ اللي سبقني، المشرف الاختصاصي في تربية بابل الأستاذ جبار حسين عرسان، لما قدم لحضراتكم. الآن نتطرق لحل أحد أسئلة التكامل اللي إن شاء الله بسيطة عليكم، ولكن نستذكر بعض الخطوات الأساسية لحل مثل هذه الأسئلة. إحنا ضروري أن ننتبه أولاً أن التكامل اللي أمامنا هو تكامل غير محدد، والتكامل غير المحدد ودالة مباشرة، عندنا دالة الساين لزاوية محصورة محددة بين قوسين اللي هي 3x زائد 5. مثل ما تعرفون إذا كان السؤال ناتج مشتقة لدالة مباشر، فعلينا توفير مشتقة الزاوية أولاً، اللي هنا عندنا الزاوية 3x زائد 5. الزاوية مالتنا فرضناها وسميناها U تساوي 3x زائد 5. من نشتق الدالة الزاوية مالتنا إيش راح يصير؟ المشتقة الثابت صفر، فتبقى لنا بس مشتقة 3x تساوي لنا 3. من نوفر مشتقة زاوية، دائما احنا نوفر المشتقات في صورة من صور الواحد، فش قد ما أضرب لتوفير المشتقة علينا أن نضرب بالمقلوب حتى نحصل صورة من صور الواحد، لذلك ضربنا هنا بالعدد 3 والمقلوب 1 على 3. ننزل الثابت، تكامل الساين سالب كوساين، وتنزل نفس الزاوية ونكتب ثابت التكامل في التكاملات غير المحددة، وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. بالبداية أعرف عن نفسي، المشرف الاختصاصي أمثل ثابت كاظم الطائي تربية بابل. بالبدء أشكر زميلي وأخي السيد أحمد حسين المرعب للنصائح ولإبداعه حل بعض الأسئلة. على بركة الله تعالى نحن مقدمين على الامتحانات الوزارية إن شاء الله لطلبة السادس الإعدادي بكل فروعه. نصيحتي لهم أن تكون هناك مذاكرة وأن يهتموا كثيرا في مادة الرياضيات، فهي ملح العلوم، وأن يقوموا بتحديد وقت معين لدراستها على أن يكون موزعا ضمن جدول معد مسبقا. نصيحتي لأبناء الطلبة أن يستعدوا جيدا، وأن يطلعوا على الأسئلة أثناء الامتحان اطلاع شامل، ومن بعد ذلك يحددوا الأسئلة البسيطة ثم الأصعب ثم الأصعب جدا، ومن بعدها يباشر في عملية الحل. ولا بأس أيضا أن أشترك بحل بعض الأسئلة التي طرحها علينا الأستاذ المتفضل الأستاذ قصي التميمي بهذا التجمع المبارك. السؤال هو تكامل جذر X زائد X سيجن تربيع X تربيع لدي X. طبعا في هذا السؤال يجب أن نلاحظ أن هناك عملية جمع، لذلك سوف نقوم بتوزيع عملية التكامل على جذر X و X سيجن تربيع X، ومن ضمن نرفع الجذر X إلى أس نصف باعتبار أنه جذر تربيعي، ونعرف أن هناك في السيجن تربيع أنه X تربيع، فنحتاج إلى مشتقة X تربيع اللي هي 2X. ثم بعد التجزئة بالتكامل نقسم على مشتقة السيجن X تربيع اللي هي X تربيع مشتقتها 2X، فنحتاج إلى نصف فنضعه قبل التكامل، ومن ثم نقوم بعملية التكامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدرس الدكتور رأس صفا عبود، مدرس في تربية بابل إعدادية كوثة للبنين. أولا نشكر الأستاذ المشرف الاختصاصي الأستاذ
أمثل الطائي على ما قدمه من نصائح لفائدة الطلبة إن شاء الله. طلبتنا الأعزاء، أنتم تعرفون أنه في الأيام المقبلة سوف إن شاء الله تبدأ امتحانات طلبة السادس الإعدادي بجميع فروعه. فأولا نصائحنا لكم وقدموا الأساتذة الزملاء والسادة المشرفين أكثر النصائح، إحنا إن شاء الله حسب خبرتنا وتدريسنا لطلابنا نرجو من الطلبة أولا الثقة بالنفس وعدم الارتباك، أولا وأخيرا أنت لكل مجتهد نصيب في كل المواد. على الطلبة أن الأعزاء التحضير الجيد، وخاصة أنه أنت أحسبنا حساب أنه أنت خلال فترة طويلة أنت عديت واستعديت، ولا يكون الامتحان مجرد يعني فد بعبع وتخاف منه وتحسب الأميت حساب، لا إن شاء الله كلكم متفوقين وكلكم تجتازون الامتحان بسهولة مع الإصرار والعزم والتهيئ الكامل خلال فترة اللي اتقضيتها، وأغلب الطلاب استعدت لذلك الامتحان بالصورة الجيدة. أولا أنا من أنصحكم أنه الوقت الامتحان وخاصية الأجواء الامتحان أن تكون طبيعية، أنت متهيئ وحاضر وعندك ثقة بالنفس وملم بالمادة، فخليكم أثناء فترة الامتحانات عدم التعب الزايد والسهر الزايد، لأنه الأساتذة ما رعيد نصائح اللي عادوها اللي تكلموا فيها أساتذتنا الأعزاء. خلينا نحكي على أجواء الامتحانات، أخذ قسط من الراحة خاصة في ليلة الامتحانات، لا تتوقع أنه أنت صحيح شعورك دائما طالب يشعر أنه هو ما ملم، يشعر أنه هو مرتبك يشعر، وهذا يأثر. أغلب الطلاب يقول لك أنا أظل أسهر الليل كل أقرأ حتى أحضر نفسي للامتحان، أكيد هذا سلبي إلى أثر سلبي على الطالب. فأنا أنصح يكون ليلة الامتحان تأخذ قسط من الراحة، تراجع مراجعة بسيطة وتتام بالوقت الكافي وعدم السهر الزايد، وتروح للامتحان ولا تقرأ قبل الامتحان ولا قبل الدخول الامتحان، لأن أنت أكيد عندك معلومات استمرت خلال سنة كاملة. فدعائنا لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله وموفقين مقدما. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنان الشمري من محافظة بابل. شكرا بداية للدكتور رعد سفاح لما قدمه من النصائح. عندما تكون جاهزا للتوقف تذكر كيف تبدو في ذلك المعطف الأبيض، وأن المستحيل ليس مستحيلا وإنما يحتاج إلى وقت وجهد أكبر. لذلك وتذكر أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن طالب قضى كل وقته في القراءة. لذلك تواصلوا مع أساتذتكم لكي تحققوا ما بدأتم من أجله. سأبدأ معكم بسؤال سريع كي نشارك مع أساتذة البقية اللي اجتمعوا من أجل رسم البسمة على وجوهكم. سؤال: دالة مثلثية تكامل ساين اكس ناقص كوساين اكس ساين اكس ناقص كوساين اكس دالة مرفوعة لأس 7. أكيد كل ما نشوف دالة مرفوعة لأس معين علينا أن نبحث عن مشتقة داخل القوس، وإذا المشتقة كانت غير موجودة أكيد لازم نبحث عن طرق بديلة. لو تلاحظون طلابنا الأعزاء أنه هذه الدالة ساين اكس ناقص كوساين اكس أس 7، لو تشوف أنه مشتقة الساين هي كوساين ومشتقة الكوساين هي سالب ساين، إذن هذه هي الدالة وهاي هي المشتقة. دالة عندي وعندي مشتقة داخل قوس متوفرة، إذن الحل راح يكون مباشر وبطريقة مبسطة، اللي هي أنه أحذف المشتقة مباشرة ونضيف للأس 1. لذلك راح يصير عندي ساين اكس ناقص كوساين اكس الأس 8 على 8. ولا تنسون حتى ما تروح من عندكم درجة بالامتحان الوزاري لازم تضيف ثابت التكامل سي، وهذا الثابت نشوفه دائما عند إذا كان عندي التكامل غير محدد بفترة. وشكرا لكل طلابنا اللي استمعونا، وراح ننتظركم حتى ترسمون فرحة لأن العراق يستاهل. شكرا لكم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، نشكر الأستاذ عدنان على نصيحته وعلى شرحه للسؤال. معكم الأستاذ حيدر حسين المعموري من محافظة بابل ثانوية الوائل للمتميزين. نصيحتي للطلبة
عامة وبالخصوص الطلاب المتميزين. الدور حاليا أفكار لطلابنا أنه الأسئلة راح تجي كل الصعبة مقارنة بالأسئلة للمدارس العادية، وهذا الكلام ما أعتقد إلى صحة، لذلك راح تكون الأسئلة حالها حالها بقية الأسئلة اللغة العربية، ولكن تكون مترجمة باللغة الإنجليزية. لذلك على طلبتنا الأعزاء لا يقلقون من هذا الشيء، وإن شاء الله لكل مجتهد نصيب، والله سبحانه وتعالى ما يضيع تعب. سؤالنا على الفصل الرابع، تكامل X أس 4 ناقص 16 على X ناقص 2 DX. هنا قسمة دالتين، راح نقول إحنا لا يوجد تكامل لقسمة دالتين، راح نفكر بأشياء. نلاحظ البسط يتحلل، فرق بين مربعين، راح نقول X تربيع ناقصا 4 X تربيع زائدا 4 على X ناقص 2. راح نجي للقوس الأول اللي هو يتحلل، X تربيع ناقص 4 راح يتحلل فرق بين مربعين، راح يكون X ناقص 2 X زائد 2، والX الثاني كمية مربعة زائد عدد، هذا معروف ما يتحلل فراح يبقى على وضعيته. راح نحاول أكو اختصار راح يكون بين البسط والمقام، X ناقص 2 راح يختصر ويا المقام الX ناقص 2، راح يبقى عندي X زائد 2، والقوس الآخر X تربيع زائدا 4 DX. راح نحاول نوزع القوس الأول على القوس الثاني عملية توزيعية، وراح نبدي تكامل بصورة مباشرة. الX تكعيب راح يتكامل، نضيف للأس واحد ونقسم على أس الجديد، والآخر راح يكون X تربيع على 2 راح يختصر ويا الأربعة، زائدا X راح نضيف للأس الأس واحد ونقسم على أس الجديد، راح يصير X تكعيب على 3 راح يختصر ويا يصير 2 على 2 على 3 X تكعيب زائدا 8 X زائدا ثابت التكامل. ودائما طلابنا الأعزاء ينسون ثابت التكامل، رجاء طلاب الأعزاء لا تنسون ثابت التكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، من أرض كربلاء نحييكم لنطل عليكم من هذه الشاشة الجميلة، لنقول لكم أولا طلبتنا الأعزاء ثق بنفسك ثق بنفسك ثق بنفسك، اسأل أهلك، اسأل أبوك أمك، خلي يدعو لك عندما تروح للامتحان. وصيتي أو طلبي من أولياء الأمور، خفف الضغط خفف الضغط خفف الضغط عن ابنك في فترة الامتحانات، وخلي يروح بأعصاب هادئة إلى الامتحان، واسأله أن يدعو لك في صلاة الصبح إن شاء الله. اليوم لي الشرف أن أشارك أساتذتي لأطرح عليكم سؤال ضمن الفصل الرابع اللي هو تكامل الدوال الدائرية، تكامل كوساين 6X على كوساين 3X ناقص ساين 3X DX. طبعاً هذا التكامل هو من تكامل الدوال الدائرية الكسرية. أول شيء لازم تكون عندنا الزوايا موحدة، تلاحظ أنه الزاوية 6X بالبسط والزاوية 3X بالمقام، إذا لازم نحول الزاوية نخليها ضمن نطاق واحد اللي هو نستخدم العلاقات اللي هي تكون كوساين تربيع 3X ناقص ساين تربيع 3X DX على كوساين 3X ناقص ساين 3X، إذن توحدت الزوايا. الخطوة اللي بعدها نحلل كفرق بين مربعين، فرق بين مربعين قوسياً أحدهما زائد والآخر ناقص، ونحلل البسط مع المقام لتكون لدينا كوساين 3X زائد ساين 3X DX. بعدها نوزع التكامل طبيعي ونكامل تكامل اعتيادي مع توفير مشتقة الزاوية. جميع الأساتذة وتحياتي ودعاء لكم بالتوفيق. المدرس عثمان رهيف من تربية بابل. حيدر طالب المسعودي مدرس الرياضيات في تربية بابل ثانوية موسى بن جحفر. نشكر أستاذنا الفاضل الذي سبقني عثمان الغراني على تقديمه أفكار في مادة الرياضيات للصف السادس العلمي. أشاطر أعزائي وأصدقائي مدرسين الرياضيات في توضيح بعض أفكار الرياضيات في التكامل، تكامل X تكعيب قوس 1 ناقص 3 على X للقوة 3 DX. الفكرة الرئيسية هي توحيد القوة، توحيد القوة أو تعميم القوة، فيكون 3 قوة ثم ندخل X على داخل القوس فيكون قوس مرفوع لقوة، ثم نبحث على مشتقة داخل القوس، مشتقة داخل القوس هي واحد،
فنضيف للقوة واحد ثم نقسم على القوة الجديدة زائداً إضافة سي لأن التكامل غير محدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا طلاب مدارس المتميزين، أرحب بكم بهذا اليوم ونشكر الأستاذ الفاضل قصي التميمي على هذه الجمعة، ونشكر الأساتذة الحضور الآخرين، ونشكر بالخصوص الأستاذ حيدر المسعود الذي سبقني. نصيحتي لكم هذا اليوم طلاب السادس، أكثر طلاب السادس يكونون بالهم مشوش خاصة قبل الامتحان، فنصيحتي لكم أن الطريق إلى المية هو الكتاب والمنهج المقرر فقط، لا تتعب نفسك بشغلات ثانية ويصير عندك وهواس أنه هذا السؤال ممكن يجي أو ما يجي، سيطر على الكتاب وهذا هو. عندي سؤال لكم اليوم بالتكامل، وهو سؤال شوية مهم وتقريبا نقدر نقول عليه شوية صعب، لأنه الطريقة المستعملة به تحتاج تحويلات. فعندنا integration of square root of 1 minus sin 2x dx. هنا عندنا الواحد هو يمثل علاقة دائرية بين الساين تربيع زائد كوساين تربيع مثل ما تعرفون بالمراحل السابقة، فنعوضه الواحد نعوضه ساين تربيع زائد كوساين تربيع، وراح أخلي الواحد بالبداية والكوساين تربيع بالأخير حتى يصير عنده مربع كامل، لأن ساين 2x هو 2 ساين x كوساين x، علاقة معروفة هذه بالدوال الدائرية السيركولار فاكشن، فيصير عنده integration of square root of سين x minus كوساين x الكل مرفوع للسكوير دي x. هنا عندنا قاعدة دائما السكوير إذا يروح التربيع، السكوير إذا يروح السكوير روت لازم نخلي سالب موجب، لأن أصلا هذا هو شو يساوي عندنا، يساوي مطلق داخل الجذر، فالمطلق حتى نخلص من عنده لازم ناخذ سالب وموجب، فيصير عندي سالب موجب نيجاتيف اند بوزيتيف of integration of sin x minus cosine x dx. هنا راح نوزع التكامل، فيصير عندي تكامل الساين ناقص تكامل الكوساين، وهنا التكامل يتوزع لانه الداله الموجوده ما مرفوعه القوه، خاليه من القوه، فممكن توزيع التكامل عليها، فيصير عندي تكامل الساين هو سالب كوساين، وتكامل الكوساين سالب ساين، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم اعزائنا الطلبه. طبعا اللقاء جدا جميل، جمعنا باساتذتنا واخوتنا الاساتذه الافاضل من جامعه من مديريه تربيه البابل وبغداد الحبيبه. اليوم انا عندي نصائح بسيطه لطلبتي واحبتي طلبه مدارس المتميزين. معكم الاستاذ رائد عباس المحنه، مدرس ثانوية الذرة للمتميزين. طبعا شوية هاي السنة أول سنة راح تصير عندنا امتحانات وزارية صف سادس. أريد نقطة مهمة اليوم عندكم، أبد لا تخاف، لا تفكر امتيازاتنا قليلة امتيازاتنا ضعيفة، احنا ما نحتاج امتيازات، احنا طلاب ممتازين إن شاء الله، إن شاء الله نثبت لهم إنه هاي الامتيازات ما نحتاجها، ونجيب معدلاتنا نفس العام، والأول على العراق والثاني على العراق والثالث على العراق، وكل من عندنا. أشكر الأستاذ علي صاحب على درس الوافي اللي كان بالتكامل. راح ناخذ فد سؤال بسيط بالنسبة لنا بالتكامل. طبعا عزيز الطالب، أي سؤال تكامل الدوال الخطية عندي ملاحظة صغيرة، أول ما تبدأ بالسؤال حدد هل يوجد عامل مشترك. طبعا التكامل من سالب 2 لـ2 6x زائد 15، أكثر الأسئلة الوزارية تكون بها عامل مشترك. طبعا الستة x زائد 15 عامل مشترك والثلاثة، راح يبقى عندي 2x زائد 5. الجذر الآخر 2x زائد 5، شوف هنا 2x زائد 5 2x زائد 5 أقواس متشابهة، عند الضرب تجمع الأسس، راح يصير عندنا أس واحد، أس واحد على 2 راح يكون أس 3 على 2. نبدأ نكامل بإضافة واحد للأس ثم القسمة على الأس الجديد. طبعا هنا 2x زائد 5 مشتقة داخل القوس، هنا تنتبه عليها، ايش قد مشتقة داخل القوس؟ 2. طيب شنو نحتاج؟ نحتاج مقلوب المشتق، يعني نحتاج 2
على 2 حتى ناخذ المقام اللي هو 1 على 2 والباص يكون يهمل. راح يصير عندنا مشتقة داخل القوس موجودة، نضيف للأس 1 ونقسم على الأس الجديد. ملاحظتي المهمة هنا، لا تنسى أكو تكامل محدد، فلازم نعوض الرقم الأكبر ناقص الرقم الأصغر. وإذا كان التكامل المحدد بالعكس، يعني الرقم الأصغر بالأسفل، نقدر نقلبه ونخلي إشارة سالب. طبعا جزيل الشكر للأستاذ قصي على مبادراته الجميلة، وكل سنة يسعفنا مبادرة جديدة. شكرا لك من كل القلب. السلام عليكم أحبتي الطلاب المتميزين للصف السادس الإعدادي. بالبداية أحب أشكر الأستاذ رائد المحنة على السؤال والحل الذي قدمه قبل قليل، ونشكر الأستاذ قصي هاشم على هذا المحفل الذي جمعنا به في يوم 27/5. نصيحتي لكم أحبتي الطلبة، الرياضيات لا تدرس بشكل كما تدرس بقية المواد التي تقرأ بشكل شفوي. الرياضيات يقال عنها doing math not studying math. doing math يعني لازم تشتغلها خطوة خطوة بإيدك. هاي واحدة من النصائح. والنصيحة الأخرى، لما تبدي تحل بالدفتر الامتحاني، أول شيء تقرأ الأسئلة، تجاوب على الفرع اللي أنت تشوفه هذا أسهل واحد. تقلب الدفتر الامتحاني مثلا السؤال الخامس الفرع بي، جاوبت الفرع بي، ومن ثم تروح على غير فرع، وهكذا تجمع عندك الأسئلة الكاملة. أعزائي الطلبة، التكامل التالي تكامل من minus 1 to 1 dx 9 ناقص 12x زائد 4x سكوير. هذا مثل ما تشوفون perfect square. شلون أعرف perfect square؟ لما أجذر أول مقدار وآخر مقدار وأضربهم في 2 راح يصير نفس الحد الوسط، فهذا أعرف perfect square، مربع كامل. أول شيء لازم تحلل تحليل مربع كامل. شلون تحلله؟ جذر من الأول، جذر من الأخير، إشارة من الوسط، والكل تربيع. بعد ما خلصنا الى هاي الشكل هذا، نقدر هذا الرفعه للبسط ونغير اشاره الاس مالته، يصير الاس مالته ماينص 2. لما صار الاس مالته ماينص 2، هاي داله مغلقه، لازم ابحث عن مشتقتها في خارج الداله. مشتقتها اجي اشتق 3 تصير مشتقتها 0، وسالب 2 اكس مشتقتها هي سالب 2، فلازم انا اوفر سالب 2 قبل لا ابدا بالتكامل. نوفر سالب 2 في داخل التكامل، ونطلع خارج التكامل 1 على 2 ونضيف له ايضا سالب حتى تبقى الداله محافظه على قيمتها وما تتغير قيمتها. بعدها ابدا بالتكامل، احذف المشتقه مالتها، اضيف للاس 1 راح يصير سالب 1، اقسم على الاس الجديد راح يروح السالب من هذا، واخلي فتره تعويض من الواحد الى السالب 1 والقي النتيجه بشكل متتابع. وشكرا. حقيقة اليوم التقينا مع أستاذنا اللي هو أستاذ قصي هاشم، وراح يوجه لكم كلمة وانتم الآن في طور الدراسة والإعداد إلى الامتحان النهائي. السلام عليكم إلى كل طلبتنا الأعزاء، طلبة العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. نحن الآن متواجدون في أرض كربلاء المقدسة، وإن شاء الله تكون استجابة الدعاء واصلة، ودعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح والتألق، وثقتنا بكم عالية جدا. أول شيء لا تخافوا من الأسئلة الوزارية، إن شاء الله راح نشوف هذه الأسئلة سهلة حسب المادة اللي درستوها على أيادي أساتذتكم إن شاء الله، وراح نشوفوها تجربة جميلة ورائعة وتبقى بذاكرتكم لسنوات طويلة وتتذكروها إن شاء الله. وإن شاء الله تراسلونا وتبشرونا معدلاتكم العالية وقبولكم زين إن شاء الله. شكرا أستاذنا لقدومه.